السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب الصف السادس الابتدائي، اهلا بيكم في فيديو جديد. ان شاء الله النهاردة هنقرأ مع بعض كلمات الدرس الثاني في يونت 4 في اليونت الرابع، وكمان هنحل مع بعض تدريبات الدرس ده اللي هي صفحة 162 و163. يلا نبدأ كده بسم الله. طبعا احنا هنقرأ صفحة 156 في كتاب بيت باي بيت. ركز معايا، عندنا كلمة activities يعني أنشطة. كلمة ركوب الدراجات cycling. يؤدي تمرينات رياضية do exercise. خلي بالك كلمة exercise بيجي معاها الفعل do. يمارس رياضة الجري go running. ينظم حفلة organize a party. يذاكر من أجل الامتحانات study for exams. طيب تعال نشوف الـ other words، كلمات أخرى. عندي بجد يعني hard، مش بجد. بجد دي يعني يذاكر بجد واجتهاد، يعني مثلا يبقى study hard، يبقى كلمة hard يعني بجد، يعني حاجة بيعملها بإخلاص، يعني يبقى hard. فيلم برنامج وثائقي اسمه documentary. مراجعة revision. قارئ بطيء slow reader. كتب التاريخ history books. في الداخل أو داخل المبنى indoors. كلمة مهم important. أخبار news. وقت الفراغ free time. حفل موسيقي music concert. فيلم مضحك funny movie. قريبا soon. طيب تعالوا نشوف بقى العبارات دي في الوقت الحالي at the moment. خلي بالك كلمة the moment كلمة بتدل على المضارع المستمر اللي هو بيكون من فاعل am و is و are، والفعل اخره ing. طيب كلمة يخرج get outside. مرات قليلة كل أسبوع a few times a week. في عطلات نهاية الأسبوع on the weekends. تاخد حرف الجر on the weekends. يستمتع بوقته have fun. يتطلع إلى looking forward to، خلي بالك لو جه وراها فعل لازم ياخد ing، يبقى looking forward to يعني يتطلع إلى، يعني يتمنى إنه يعمل حاجة مثلا. يعني مثلا أقول I am looking forward to studying hard، يعني أتطلع إن أنا أذاكر باجتهاد. I am looking forward to traveling to أي بقى مكان، يعني أنا أتطلع إن أنا أسافر إلى. يبقى الفعل اللي بيجي ورا looking forward to بيجي آخره ing gerund. طيب عندي هنا يستغرق وقت طويل take ages. تعالى نقرأ مع بعض الـ regular والـ irregular verbs في صفحة 157. عندي هنا الأفعال المنتظمة، يعني إيه فعل منتظم الأول؟ يعني الماضي بتاعه اللي هو التصريف الثاني بياخد على آخره دي أو إي دي أو آي إي دي. طب الفعل اللي هو الـ irregular verbs اللي هو الأفعال الشاذة، يعني التصريف الثاني بتاعه اللي هو الماضي شكله بيتغير. تعالى نشوف بقى regular verbs. كلمة يقلق worry يبقى worried.
يركب دراجة cycle 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 يبقى cycled cycled cycled. يسترخي relax 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 relaxed relaxed. ينظم organize 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 organized organized organized. يفتقد شخص يوحش شخص يعني miss 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 missed missed. ينهي finish 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 finished finished. طيب تعال نشوف الـ irregular verbs. يقضي وقت spend 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 spent spent. يجري run 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 run. يرى see see saw saw. يرتدي wear 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 wore wore. يبقى wear wore wear wore. يقرأ read read read. الماضي منها نفس الكتابة بس مش نفس النطق، يعني هنا read هنا read 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 كأنها red أحمر بس فيها A، يعني هنا read أما هنا read بس هي نفس spelling يعني نفس الحروف. طيب يوضح أو يبين show 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 showed showed showed. حل مع بعض صفحة 162 163. بأكد عليك تكون حلل الأول بالقلم الرصاص وجنبك كشكول، اللي تغلط فيه عيده مرة واثنين وثلاثة لحد ما تحفظه عشان تستفيد من الفيديوهات بتاعتنا. اوعى تغش الحل، من غشنا فليس منا. طيب يلا بسم الله. عندي هنا I am يبقى I am going I am going running every morning in the park. طب ليه اخترنا going اللي فيها ing؟ عشان فيه هنا am، والمضارع المستمر بيكون من الفاعل وبعد كده am او is او are، والفعل لازم يبقى فيه ing. يبقى I am going running، انا سوف اذهب للجري كل صباح في الحديقة. نمبر 2 بيقول لي هنا احمد، يبقى احمد نقط eating any cake. طبعا في عندي any هنا يبقى نفي، يبقى احمد isn't، ناخد isn't عشان احمد مفرد. يبقى احمد isn't eating any cake. Number 3 بيقول لي is painting his house this week. عندي is، مين اللي بياخد is؟ عايزة فاعل بياخد is، يبقى he، يبقى he is painting، هو بيلون او بيدهن his house منزله هذا الاسبوع. Number 4 هبدأ ب I am. I am spending all my time indoors. يعني أنا بقضي نقط وقتي indoors يعني داخل المبنى ما بخرجش، يعني يبقى I am عايزة نفي. النفي بتاع المضارع المستمر بحط not، يبقى I am not I am not. خلي بالك لازم تكتب إن OT، ما ينفعش أحطها إن apostrophe T، تمام؟ مع I am، أما مع is و are ممكن أحطها إن apostrophe T عادي. طيب نمبر 5 بيقول لي what the boy is playing in the club now. now كلمة بتدل على المضارع المستمر، the boy is هنا جمع، يبقى تاخد ايه؟ برافو عليك، هتاخد are. نمبر 6 بيقول لي I enjoy enjoying my time here it's not interesting. يبقى I am not، انا لم استمتع بوقتي هنا، it's not interesting يعني انه ليس شيق، او انه يعني interesting حط نوتين فيها، يبقى هو اكيد مش مستمتع بوقته. تمام كده؟ تاني عشان تفهمها I am not enjoyed، هو عايز هنا نحط ايه؟ عايز يقول لي I am enjoying انا مستمتع بوقتي هنا، ولا انا لم استمتع بوقتي؟ يعني اختار دي يعني اختار دي. تمام كده؟ طب هعرف منين؟ من الجملة اللي بعديها بيقول لي it's not interesting، انه ليس شيق، يبقى حاجة مش شيقة يبقى انت مش مستمتع، يبقى I am not enjoying ان فيها بقى. تمام كده؟ طبعا في الفعل اخره اي ان جي، مش هينفع يجي معاه do ولا don't. طيب number 7 بيقول لي the boy's dad يعني ابو الاولاد not helping them now، بيساعدهم الان. ابو الاولاد ده مفرد ولا جمع؟ هو قال لي اب واحد داد واحد، يبقى مفرد، يبقى مش هياخد ار. خلي بالك في ناس اول ما هتشوف كلمه بويز اللي هي جامعه يجري على ار، لا طبعا ما ينفعش، يبقى بويز داد اللي هو ابو الاولاد هياخد از مش هياخد ار. انا عملت لك عليها غلط اهو، يبقى نختار از عشان هو ابو الاولاد بيساعدهم الان، هو مفرد بيتكلم عن داد، داد واحد بس، اب واحد بس، يبقى از مفرد.
طيب تعال نشوف هنا read and match. بيقول لي هنا are you هتبقى playing a game, يعني هل أنت تلعب لعبة. خلي بالك ان عندي سؤال اوله are او جملة اولها are, يبقى في الاخر question mark عشان ده هيبقى سؤال. طيب number two بيقول لي what are هتبقى you doing, ماذا you reading, ماذا انت تقرأ. يبقى what are you reading, ماذا انت تقرأ. يبقى اتنين هتبقى C. Number three بيقول لي I am studying hard, يعني أنا أذاكر باجتهاد, هتبقى for my exams, من أجل اختباراتي أو من أجل الامتحانات بتاعتي يعني. Number four I am reading, أنا أقرأ, هتبقى a story at the moment, أنا أقرأ story يعني قصة, at the moment يعني في هذه اللحظة. طيب تعال نشوف بقى complete. بيقول لي هنا طبعا اللي بين الأقواس اللي بالأحمر ده غلط وإحنا بنصلحه. يلا أنا مجهزة لك الإجابة, لازم تفهم إحنا عملنا الإجابة دي ليه عشان لو جات لك بطريقة تانية تكون عارفها. Number one بيقول لي ليلى is cooking rice at the moment, وحطت لي علامة الاستفهام. طبعا حطيت علامة استفهام يبقى لازم أبدأ يا بام يا is يا are, يا إما أداة استفهام. هنا هعكس, يبقى is ليلى cooking rice at the moment, يعني هل ليلى تطبخ الأرز في هذه اللحظة. يبقى هعكس, يبقى ليلى is أخليها is ليلى, ليه؟ عشان ده سؤال آخر question mark هو, يبقى is ليلى cooking بس كده. طيب number two بيقولي they, يبقى they هتاخد على طول are مش هتاخد is, يبقى they are coming for school now, هما جاي from school now, هو جاي هما جايين من المدرسة الآن. خلي بالك من الكلمات الدالة دي, كلمات الدالة مهمة جدا عشان تعرف هتحط الجملة في أنهي زمن. Number three بيقولي look, look برضو كلمة دالة keywords. The cat is run, طبعا مش is لازم يجي وراها فعل آخر ing, يبقى the cat is running, running. هزود ان تاني وحط ing after the mouse بتجري ورا الايه, ورا الفور. طيب for حاتم بيقول لي is studying now, طب كلام زي الفل, حاتم هياخد is وياخد فعل اخره ing, طب ايه الغلط في كده. بيقول لك ايه بقى الجملة التانية, he is sleeping, ده هو نايم, يبقى حاتم بيذاكر الان, الان هي هو نايم, لا طبعا يبقى انفي الجملة دي, يبقى حاتم isn't studying now, he is sleeping, انه ايه, انه نايم. طيب تعال نشوف صفحة 163. بيقولي هنا I am, يبقى I am trying to help my friends, أنا أحاول أن أساعد أصدقائي. طيب number two بيقولي أبدأ بمروة, يبقى مروة isn't coming, مروة لم تأتي to, مروة isn't coming to the party tomorrow. تاني أنا مرقماه 2 3 1 6 7 5 4. تعال نقولها تاني, مروة isn't coming to the party tomorrow, يعني مروة مش هتيجي الحفلة غدا. طيب number three هبدأ بR, يبقى are you studying for your exams. تاني, are you studying, هل أنت تذاكر for your exams, من أجل الامتحانات بتاعتك. Number four هبدأ بwhere, يبقى where are you going today, where are you going today. طبعا كل جملة من دي لها قاعدة, قاعدة التكوين وقاعدة السؤال بأداة استفهام وقاعدة السؤال بيس نو كويستشن, كل جملة من دي لها قاعدة. ادي اداه الاستفهام هيجي وراها يا ام يا از يا ار, هيجي وراها فاعل والفعل اخره اي ان جي وباقي الجمله. يبقى وير ار يو جوينج توداي. نمبر 5 ماي فريند, يبقى ماي فريند از اورجنايزنج, ادي قاعده التكوين, فاعل ام واز وار, يجي وراها از عشان ماي فريند مفرد, بعد كده كلمه اورجنايز احط في اخرها اي ان جي. يبقى ماي فريند از اورجنايز ا بارتي at his house, صديقي ينظم حفلة في منزله. تمام كده. طيب عندي هنا الإيميل بيكلمني عن to your friend Amir telling him about what activities you are doing these days,
بيقولك اكتب لصديقك أمير عشان تخبره ما هي الأنشطة اللي انت بتعملها هذه الأيام. Your name is طارق and your email address طارق كذا كذا. المهم يعني عرفتك قبل كده ازاي تطلع التو والفروم والسبجكت من القطعة من فوق من اللي هو مديهالك من المعطيات اللي هو مديهالك، وتكتب المقدمة والموضوع وبعد كده الخاتمة. هتلاقي الفيديو موجود عندك في قائمة التشغيل ازاي تعرف تكتب ايميل، ان شاء الله هتستفيد منه كويس جدا. تعال نشوف البونكتويت عندي هنا. What's the weather like؟ ما حالة الطقس؟ يبقى عندي what هنا اكبر حرف W، الاس الابوستروفي اللي قبليها، ونحط في الاخر question mark علامة استفهام. طب هنا I am not spending all my free time in reading، يبقى I في am اكبرها خليها I كبيرة كده، وبعدين احط بعديها الابوستروفي، وبعدين في الاخر نحط فول ستوب علشان دي جملة خبرية. بكده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة. ما تنسانيش في دعوة حلوة ولكم بالمثل، وكمان اديني لايك. يلا اضغط لايك دلوقتي، دوس لايك على الفيديو علشان ما تنساش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.